المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح يحييكم في هذه الندوة 58. ندوتنا اليوم من الكويت، وكنا في الكويت قد كنا في ندوة مع الأستاذ الدكتور علي العنزي سابقا، تحدثنا عن هموم وعديد الأشياء مسرحية ونقدية. اليوم سوف نتعمق في الفن التشكيلي، أيضا في الفوتوغراف، ومع الأستاذ يوسف خليفة. أهلا وسهلا أستاذ العزيز، يا هلا فيك وفيكم. شلونك؟ أخبارك؟ إن شاء الله زينة. الحمد لله الأمور مستقرة وجيدة الحمد لله. بالبداية طبعا راح نرحب أيضا بضيوفنا. أهلا وسهلا أستاذ غسان. أهلا بك، نورتنا. فيكم الله يخليك. أهلا بلودي أيضا، نورت يا لودي. أهلا فيك. أهلا فيك. إذا نبدأ مع الأستاذ غسان، وبعد ذلك إن شاء الله أستاذ غسان سوف نبدأ معك. في البداية بتكون يعني مدخل أو لمحة تعريفية بسيطة، يعني هيك نبدأ نحمس، ثم بعد ذلك إن شاء الله ندخل في نتناول بعض الأشياء. سوف نتناول يعني هون أيضا يهمنا كثيرا أن نعرف أشياء كثيرة عن الفن التشكيلي الكويتي. وانت احنا سابق في الندوة السابقة تحدثنا قليلا عن الفن التشكيلي الكويتي، ولكن اليوم معك ومع ايضا الاستاذ غسان ايضا ممكن ان يتحدث معنا ايضا ويشارك. استاذ العزيز تفضل، نود بس في البداية لمحة تعريفية او لمحة، احنا نخليك هيك يعني تعرف لمن لا يعرف يوسف خليفة. من هو يوسف خليفة؟ اوكي، راح ابدا بس من غير عرض الصور حاليا. من غير عرض الصور حاليا، نعم. أي حضر لكم 700 صورة، ففي وقت يعني مو مشكلة. يا سلام، هذه لا عدد قليل، عدد قليل. زين. يوسف خليفة دخل عالم الفن التشكيلي تقريبا قبل 20 عام، يعني من 2001 خلينا نقول، هو اللي اختار فيه أن يطور من نفسه أكثر ما أنه كان مجرد هواية تصوير، كان مجرد هواية لأكثر، لا صار أنه يبي يتقدم فيه أكثر. اشترى كاميرا أفضل وأغلى طبعاً على ذاك الأيام، وبدأت أدخل في دورات وورش عمل حتى أتعرف أكثر على هذا المجال، ومنها أيضاً طبعاً قراءة الكتب. وشيء لا يخفى أن مسألة زيارة المعارض الفنية والمتاحف هذا يعتبر يعني طقس مقدس جداً عند السفر لأي مكان. يعني السياحة عندي لابد أن تشمل زيارة متاحف ومعارض، وحتى أجهز لها قبل السفر، أن أكون أخذ المواعيد والأماكن حتى أعرف مكان على الخريطة، وكذا يعني كل هالأشياء هذه. أنا أؤمن مسألة تثقيف الذات وتطويرها بأي شكل كان، سواء كانت ورشة أو دورة أو الاحتكاك مع الفنانين الآخرين أو مثل نقول السفر والتعلم. التصوير الفوتوغرافي أخذ مجمل الوقت، وطبعاً في البداية ولا زال العشق الأول كان هو الفيلم، لأن في بداياتي لم يكن الديجيتال ظاهر ومنتشر بالحجم اللي نراه حالياً يعني، فكان الفيلم هو الوسيط أو الميديوم الأول والذي لا زلت أعتمد عليه بالدرجة الأولى وأعشقه. لا زال الفيلم يعني ممكن استخدم الديجيتال نعم، ولكن حق الاعمال الفنيه اللي انا احب اني اوصلها او انشرها للمتلقي افضل الفيلم اكثر. مع التصوير بديت احتك مع الاخرين، اتعرف على مصورين، اشارك في معارض جماعيه بالدرجه الاولى، الى ان صار ان بعدين صرنا مثلا جروب ان في افكار متشابهه، اسلوب متشابه، فلسفه متشابهه بالفن التشكيلي، فاسسنا جروب. يعني كنا مجموعه من الاعضاء ومنهم عزيزي غسان كان ويانا على طول الدرب يعني من البدايه. فاسسنا مجموعه اسمها رؤى ضوئيه، وبدت رؤى ضوئيه تسوي معارض داخل الكويت وخارج الكويت ايضا، شارك حتى في مسابقات سواء كانت محلية أو إقليمية وعالمية أيضا. مع التطوير تدرج أيضا
راح ان شاء الله لما اوريكم مجموعه الصور شلون تدرج اسلوبي ومواضيعي في اختيار الصور وشنو الاشياء اللي اصورها، الى ان وصلت الى مساله ان الفكره عندي هي بالدرجه الاولى، ولكن الفكره قد تكون هي موضوع الصوره، ولكن الاطار يعتمد في اسلوب التصوير وكيفية التصوير، هذه أيضا موجودة. لكن مع التصوير بدأت أدخل في الأعمال المركبة أو ما يسمى بالإنستليشن، أيضا بعض التجارب في النحت أو خلينا نقول بالسكالبتشر، مو بالضرورة بالنحت يعني، بالتماثيل والسكالبتشر. فحاليا خلينا نقول أن أسلوبي يعتمد على الخلط بين المالتي ميديا المستخدمة. الفكرة الرئيسية عندي أنا شنو الفكرة بوصلها، شو ما يهم عندي، هل لازم تكون صورة فوتوغرافية، هل لازم تكون تمثال، هل لازم تكون عمل مركب، هذا كله يعتمد عندي على الفكرة نفسها، هي اللي تفرض الشكل اللي تخرج فيه. وفي ربما أيضا يعني شيء جميل جدا، أنا وأنا أقرأ وأتابع يعني بعض في إرشيفك، يعني أنت كنت أسست نادي للقراءة، وأعتقد أيضا كنت تكتب يعني، ف يعني في بعض الحوارات تعرف بالكاتب الكويتي، ف الكتابة هذه هل ما زالت واهس، ما زالت هم من الهموم الإبداعية؟ هي خلي أقول أحس نفسي كأن أنا عبارة عن نهر من الأفكار، وعندي ضفتين، في عندي ضفة الفن التشكيلي وفي ضفة الكتابة. حتى بالكتابة تخصص عندي قصص قصيرة وقصص قصيرة جدا. بسبب هذا الانتقال بين الاثنين إنتاجي قليل، يعني خلال 20 سنة فاتت عندي كتابين فقط لا أكثر، وعندي معارض فنية مختلفة، فأعتقد أن هذا شوية صار تشتيت، أن في فترة معينة أجد نفسي تجاه الكتابة أكثر، فترة أخرى لا تجاه الأعمال الفنية أكثر. نفس ما ذكرت الفكرة هي اللي تفرض نفسها، في أفكار أحس أنه ممكن أوجزها في قصة قصيرة جدا من سطر واحد أو سطرين لا أكثر، وأحياناً الصورة أيضاً هي أو اللوحة هي قصة قصيرة، وأحياناً تكون قد قصة طويلة أو رواية. بالضبط. يعني اللوحة يعني أحياناً هناك بعض اللوحات عندما تتوقف فيها، أو أنت كرسام عندما ترسمها فأنت لا ترسمها في يوم وليلة، أنت ترسمها وأنت في داخلك يعني تحس إنك لو كتبت عنها ممكن يعني تعوض عن رواية أكثر. أكيد أكيد، أنا أشوف الفن أو أعرف الفن على أنه نوع من اللغة. هي اللغة، كيفية التواصل بين الفنان وبين المتلقي، هذه اللغة ما هذا تنقل، شنو هي الفكرة تحاول تنقلها، الفلسفة، الشعور اللي حاول تنقلها يأتي في حسب، يا ما يكون نص يا ما يكون عمل فني، هذا اللي يعتمد فيه. فأي صار في شتات إنه، أو خلينا نقول بين الضفتين، إنه ما بين العمل الأدبي، يعني حتى العمل الأدبي يمكن متنوع ما بين الكتابة وما بين العمل في الحقل الثقافي، يعني مثل ما تفضلت تأسيس نادي قراءة، المشاركة في لجان في جمعيات أهلية أدبية وإقامة فعاليات وهذه الأشياء، ففي تنوع. نعم. طيب إحنا نتشوق الآن لما تقدم لنا وجبة أولى من أعمالك. معنا أيضا الأستاذة فاتن، رحب بك أستاذة فاتن. فاتن أهلا. المنقول الشق الآخر الجميل ومن يوسف. إسلام. الله يسلمك. ربما وأنت إذا تحتاج لبعض الوقت لتحضير الوجبة الأولى للصور التي يعني بعد ذلك نستمع الأستاذ غسان. الأستاذ غسان يعني، ونحن اليوم نستضيف الأستاذ يوسف الفنان التشكيلي، ونحن نكرمه من المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح. فنستمع دائما، احنا نحب نستمع للشهادات من اصدقاء من رفاق الفنان. فيا ترى عندما نتحدث عن يوسف قليل فماذا نقول؟ ايضا يلتحق معنا الاستاذ الدكتور عمر عتيق من فلسطين. يسعد مساكم، السلام عليكم. يسعد مساك استاذي، اهلا وسهلا. مرحبا بالحضور الكريم، مرحبا بهذا الفضاء الفني الكويتي. والله انت ما فاتك الكثير يعني، ان شاء الله الان احنا سنبدا يعني في العميق. استاذ يوسف انت لا استمعت بدايه للبث المباشر ثم التحقت. جميل، اذا
نحن نلتحق الآن، سوف يتحدث لنا الأستاذ غسان. أستاذ يوسف يعني تحضر لنا الوجبة الأولى، وممكن أنت أن تنشر أو تبدأها مع حديث الأستاذ غسان. يبدو أكثر من ثلثي السكان إلى دعم الإنسانية العاجل، نؤكد أن السبيل الوحيد إنقاذ البلاد. بتكلمني؟ لا لا، أكلم الأستاذ غسان. أوكي. ظنيت الأخ المشارك إنه هو. على كل حال أنا سعيد أيضا بهذا اللقاء وتكريم الأستاذ يوسف. أستاذ يوسف زميل معانا من بداية التسعينات، تعرفنا على بعض وجمعنا مثل ما قال في البداية تقريبا نفس الفكر، نفس الخط اللي كنا ماشيين عليه. يعني كنا نقول أو كنا نعمل قبل لا نعرض أي معرض فني، قبل لا نقيمه لا نستغني عن بعض، فكلنا نأخذ رأي الثاني. كان همنا أن إنجاح هذا المعرض في أي طريقة كانت، وكان أستاذ يوسف قد يكون له رأي مختلف، لكن رأيه الأدبي يساعدنا كثير في 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 إنجاح هذا اللقاء الفني. طبعاً لو بتكلم عن الأستاذ يوسف هم بعد شاركنا في عديد من اللقاءات، ولكن يمكن أستاذ يوسف فارقنا بعض الشيء، كان عنده ظروف دراسة ورجع ولله الحمد، رجع بكم هائل من فيما يدور في خلده من فنون. فنتمنى أيضاً أستاذ يوسف في الأيام المقبلة أن يزودنا ويشاركنا فيها، لكن عاد بظروف الجائحة في هذا الزمان في هذا الوقت منعت الجميع من إقامة أي معارض فنية. لو بتكلم عن أستاذ يوسف ما راح أخلص. عزيزي أول شيء بلا كلمة أستاذ، رحم الله والديك. أستاذ ونص. لا عزيزي خليها عادي، وعطنا على الاسم وبلا أستاذية مو أستاذية، خلنا على الراحة وكلنا أوكي وكلنا مع بعض. طيب أستاذ العزيز، إحنا بانتظار الوجبة الأولى من ما تحب أن تعرضه لنا. الشير سكرين لا زال عندي غير مفعل. أستاذ حميد أعتقد أنه لازم تعمل يوسف كو هوست. أنا سامح له أنه يعرض، يعني هذه كل مرة أنا عرضت أيضا يعني مع صديق وهو عرض بكل أريحية. عندي الشير سكرين يعطيني أنه ديسيبلد، لا يمكن مشاركة الشاشة. هل يمكن من الجهاز عندك؟ لا هي بتكون رايت نفسها من زوم. بدي يعمل كوهوست. هو أعتقد أنك تعرض من خلال ما اسمها هذيك المرة شو طلب مني بالعرض. أعتقد لو تحب أنا بعمل لك، ما في مشكلة بعمل لك بعمل لك أنا ما اسمها ولا أنا الآن عامل لك أوتوريزاسيون. تفضل، عملت لك الآن إنك مشارك معي في البوست. ماشي. طيب نستغل الفرصة هذه أستاذ فاتن، ممكن تحكي لنا يعني شوية عن ال فوالا ماتنو اجت في الوقت المناسب، بحكي انا بعدين، هلا خليه يحكي. خلاص، حلو جدا. اوكي، طبعا معظم الصور راح نشاهدها في شكل مربع، لان بالاساس استخدام فيها كاميرتي المفضله، هي كاميرا صناعه سويديه تسمى هازلبلاد فيلم طبعا، فلذلك اغلب الصور راح نشاهدها راح تكون مربعه الشكل، لان هي شكل الفيلم تعطيه في شكل مربع وليس شكل المستطيل التقليدي المتعارف عليه. في البدايه طبعا كنت دائما احب صور الطبيعه او اللاندسكيب، لاخذها دائما ايام السفر، فكان دائما الشغف الاول. وطبعا الابيض والاسود عندي استهويها اكثر بكثير
من الألوان يمكن أن أعتقد الأبيض والأسود يعطيك الحقيقة نقول، لأن الصور الملونة نوعا ما الألوان قد تكون شوية خادعة حسب الإضاءة، حسب الوقت الذي تم التقاط فيه، حسب الزاوية، ولكن الأبيض والأسود لا تعطيك دائما حقيقة الأمور كما هي، حتى تشد على أساس أنه يمكن شوية موضوع خارجي، ولكن على سبيل المثال في الأدلة الجنائية في الجرائم لا زالوا يتم تصوير الأشياء بالأبيض والأسود وليس بالألوان لنفس الفكرة، حتى تكون تعطي صورة حقيقية كما هي. الصور طبعا مختلف دول العالم، يعني واحدة من هواياتي الثانية هي السفر، التعرف على ثقافات أخرى، التعرف على الأماكن، عن كل ما هو مختلف أكثر ما هو مشابه، يعني هذا اللي يستهويني أنا، عندي الأشياء المختلفة أكثر ما هي الأشياء المتشابهة اللي ممكن تكون أبحث عنها. طبعا مشكلة بدايات التصوير لاندسكيب قعدت فيها عدة سنوات، بعدين ابتعدت عنها، صارت الحين مجرد تمضية وقت أو تسلية، فنقول أكثر ما هي كفكر أو كفلسفة تصوير أحب أن أعتمد عليها دائما، لأن ما في تحكم بالدرجة الأولى، التحكم فيها قليل جدا، خاصة إذا كنت مسافر أنت وحظك، نفس ما يقولون، تعتمد على الطقس، على الإضاءة، على المواصلات، فهي طبعا لك قصص مغامرات تصير كثيرة لأن ما تكون بإيدك الشغلة هذه، فصرت أنا ما أعتمد عليها كالأفكار الرئيسية عندي في طرحي للأفكار أو الصور في الفوتوغراف. معظم الحين الصور هذه كانت في أوروبا بشكل عام، معظم الدول الأوروبية. يمكن هذا شوية من البدايات اللي حبيت أوضح فيها فلسفة التصوير، أنه تحمل فكرة أكثر ما هي مجرد صورة جميلة. يعني حين خلينا نقول في هذا الزمن أنت في اليوم الواحد عندك 2 أو 3 مليارات صورة تنتج في اليوم الواحد باختلاف وسائل التقاط الصور، سواء كانت تليفونات، كاميرات، أجهزة مختلفة يعني. بالتالي صار عندي إيصال الفكرة أهم بكثير من أنها تكون مجرد صورة جميلة، أن خلي المتلقي يتساءل ليش هذه الصورة، ليش هذه الزاوية، ليش هذا الموضوع، أكثر ما هو أنها صورة حلوة أو مو حلوة يعني. اختلاف الأوقات، اختلاف الفصول، يعني حتى من ناحية المحلية، يعني همس صرت كنت لازلت أعتمد على البيئة المحلية، يعني مو بس إن البيئة الخارجية، يعني هذه الصورة مثلا عندنا في السوق القديم أو ما يسمى السوق المباركية، أيضا بعض الصور حق هذه كلها تعتبر من نظام البناء القديم والمستخدم عندنا في الكويت، يعني من البيوت الطينية القديمة لا زالت تستخدم كنوع من الديكور في إنشاء أسواق القديمة، بعض البيوت القديمة طبعاً السياحية خلينا نقول تستخدم فيها هذه الديزاينات، لا زالت يعني كنوع من السياحة، محافظة على التراث نوعاً ما. تجارب تصوير طبعاً هذا هو كل مصور تقريباً سواها، إنه لازم يجرب كثير من المجالات تصوير، سواء كانت لاندسكيب أو هني مثلاً عندنا صور اللي هي ستيل لايف، الحياة الصامتة، الأشياء المقربة، ناس مثلاً هني عندنا الزهور، هذه هني الطبيعة بالألوان على سبيل المثال وليست بالأبيض والأسود. أيضاً صورة للمراكب الخشبية اللي كان تسمى بالبوم، اللي كانت تستعمل قديماً في الكويت ولا زالت تستعمل إلى الآن في نقل البضائع، خاصة ما بين مثلاً الهند أو إيران، لا زالت تستخدم نوعاً، طبعاً ليست بشكل تجاري كبير ولكن لا زالت موجودة. يعني صور السفر طبعاً بشكل عام، يعني هذه مثلاً في إيطاليا،
نسمع دائما احاول اصور اشياء مختلفه كفكره وليست بالضروره تكون صوره جميله كطبيعه فقط لا غير. هنا بالفتره هذه ايضا بديت انتقل حق مرحله ان ايصال عناصر الفكره تكون فيها او عناصر الصوره تكون فيها شويه افكار. يعني هني مثلا في هذا المشهد دائما احنا لما نروح اوكي صح جميل بالسفر لما نروح المتاحف المعارض حتى نشوف الاعمال الفنيه المعروفه او خلينا نقول مثلا الثمينه او القديمه من عصر النهضه او العصور القديمه وكذا. لكن هني مثلا ايضا هذا كانت في البندقيه فينس شدني اعمال الجرافيتي ان في اعمال جرافيتي منتشره في الشارع، فبالنسبه لي هذه ايضا تعتبر نوع من الاعمال الفنيه قد تكون خاصه في عالمنا العربي ليست لها حضور كبير عفوا لكن بالنسبه لي حبيت ان اوثقها في الاعمال ان لها وجود ولها تاثير في حياه الناس. في هذه الصوره على سبيل المثال في نجد الاعمال الموجوده للجرافيتي على الحائط، وايضا نجد في فستان السيده قد يكون نوعا ما شغل فني، لكن مثلا فستان السيده يعتبر هذا الشيء مرغوب بحيث ان هي خلاها تشتري هذا الفستان وترتدي فيه وتمشي فيه بالشارع. لكن مثلا اعمال الجرافيتي لا مو بالضروره نجدها لها حضور، ولكن نجد حتى انها تعتبر اشياء مسيئه وقد تكون نوع من القاذورات بالشارع اللي محتاجه الى التنظيف. فحبيت في بعض الأحيان يكون في مفارقات بين ما نشاهد وما هو موجود. أيضا من ضمن المراحل اللي اتقلت فيها هي تصميم أو تصوير لأجل أغلفة كتب. يعني في مجموعة من الروايات دواوين شعرية كويتية وعربية أيضا تم الاستعانة فيها من بعض أعمالي. في بعض الأحيان كانت الأعمال تصير مخطط لها، يعني يتم اتفاق معي مع الكاتب ان انا عنده هو عنده تصور معين يحب انه يكون موجود فيه، فنحاول ان نوصل الى نقطه وسط لكيفيه تنفيذ هذا التصور. وفي بعض الاحيان لا، ممكن هو يكون يشاهد الصور اللي عندي وتعجبه الصوره بحيث انه يعتقد انها هي مناسبه جدا لفكره الروايه. أستاذ العزيز، في ربما الدكتور عمر صاحب افكار كثيره ويقول لي دائما اذا لم تعطيني الوقت تذهب الأفكار، ربما يكون لدي سؤال أو تعليق، وفي نفس الوقت أيضا ربما نستثمر الوقت أيضا أنت إذا رأيت شيء مناسب يعني تجعل الصور، لأن في الصور تحكي يعني بالعكس، يعني في بعض الصور فيها يعني تعطيك نوع من الشوك من الصدمة، ومن أيضا في لمسات روحية وفي لمسات كثيرة جدا شاعرية ربما نتحدث عنها في لاحقا. تفضل دكتور عمر. شكرا استاذ حميد، اسعد الله مساءكم جميعا. اهلا وسهلا. انا يعني ساعقب على ما سمعته في البدايه من الاستاذ الفنان يوسف ثم اطرح سؤالا. استمعت في البدايه الى المراحل التي مرت بها تجربته الفنية التشكيلية، بدأها بالتقاط صور بسيطة ثم تطور التصوير بتطور آلات التصوير الكاميرا اللي حكى عنها، ثم النحت ثم الخط ثم الرسم إلى آخره. والحقيقة أن الفن بتنوعاته يشكل يعني نسيجا واحدا، وهذا يذكرني أو هذا التنوع والشمولية يذكرني بالأدب، لأن العلاقة بين الفن والأدب علاقة تكاملية شرعية. هنالك أدباء يتسم إنتاجهم بالشمولية، وفنك أستاذ العزيز يتسم بالشمولية. لا، سؤالي في هذه الناحية، ما المؤثر أو الدافع الذي يحدد اختيارك لشكل الفن؟ يعني متى تقرر أو لماذا تقرر أن يكون هذا المشهد صورة أو نحت أو خط أو رسم؟ ثم استمعت لك تتحدث
مفضلا اللون الأسود والأبيض على الصورة الملونة المألوفة. في رأيي أن الأسود والأبيض يعني نحتاجه عندما نشعر بالحنين، لأن الأسود والأبيض يرتبط من الناحية النفسية بالحنين. وقد يكون برأيي المتواضع، وأنا لست متخصصاً بالفن التشكيلي وإنما مهتماً فقط، قد يكون الأسود والأبيض يعني مفضلاً لتصوير الهندسة المعمارية في الكويت أو في خارج القطر الكويتي، لكن عندما نريد أن نصور الطبيعة، يعني أنا كشخص عادي ربما أفضل الألوان العادية، ولكن رؤيتك تحترم. ما السبب؟ يعني اشرح لنا هذه القضية من فضلك. ثم تركيزك على الملابس، هذه النقطة يعني تستحق الاحترام والتقدير الكبيرين، لأن الملابس ثقافة. يعني يمكن أن ندرس ثقافة شعب أو مجتمع من المجتمعات من خلال ملابسهم، وكما تكرمت بالقول الفن كله لغة والملابس لغة. فهل لك اهتمامات بتصوير الملابس خارج القطر الكويتي لتتشكل لدى المتابع لفنك ثقافة عن الشعوب من خلال ملابسهم؟ مع الاحترام. شكرا جزيلا الآن لك يا أستاذ يوسف، وياريت يعني مع حديثك يعني نستمتع أيضا بهذه الجمال الخلاق. شاكر لك دكتور. السؤال الأول، الأثر المطلوب. بالنسبة لي أعتقد الأثر المطلوب هو ما يوصل الفكرة بأفضل طريقة ممكنة للمتلقي. يعني ممكن الفكرة قد تصل بطريقة جميلة، قد تصل بطريقة صادمة، مثل ما تفضل أخي حميد، قد تكون بطريقة مستفزة. وراح نشوف حين بعض الأعمال شلون إن كان الهدف منها فعلاً تكون يا أما صدمة أو تكون فيها استفزاز للمتلقي، بحيث أن تضمن وصول الفكرة بالدرجة الأولى. بالنسبة حق الأبيض والأسود، صحيح الناس ما تفضلت أن حق التصوير المعماري، وأيضاً كما ذكرت الأدلة الجنائية مثلاً تحاول. الحين التصوير في الأبيض والأسود الهدف منها ليس نقل جمالية المشهد الطبيعي اللي قام نشوفه، هجل هو الفكرة منها نقل روح هذا المشهد. يعني على سبيل المثال ليوناردو دافنشي لما بدأ يرسم بعض المشاهد اللي هي الطبيعية كان يرسمها بشكل مخالف لما هو موجود في الواقع. فلما عاتبوه على هذا السؤال ان لماذا ترسم شكل غير موجود، فقال انا ارسمها كما انا اراها لا ليس كما هي موجوده. فهذا اعتقد ان الشغله الموجوده في يعني مثلا في تصوير الابيض والاسود على سبيل المثال، احد رواد التصوير الفوتوغرافي اللي هو انسل ادمز مصور امريكي اعتمد على تصوير أبيض والأسود بالدرجة الأولى طبعاً، لأن هذا كان الوسط المتوفر في البداية أيام التصوير، إلا بعدين ما تم إدخال اللي هو الألوان على الأفلام. فكان بالنسبة له ليس ينقل فقط جمالية ولكن الروح اللي هو موجودة. فبالتالي الروح ما تعتمد على اللون، لأن اللون قد يكون نوع من الغلاف اللي قد يختلف وجهة نظره من شخص إلى آخر، ولكن لما نرى الروح نفسها فأعتقد أن هذا توصل الفكرة أو توصل الجمالية بشكل أفضل. مسألة الملابس والثقافة، الملابس كما تفضلت أكيد هو رمز حيوي وأساسي لتوصيل أو لشرح ثقافة أي مجتمع أو أي مجموعة. يمكن مو أنا بالضرورة ليس أن أهمي أصور الملابس، ولكن الملابس تكون جزء من الصورة اللي أحب أوصلها أو الفكرة اللي أحب أوصلها. يعني هي عامل مساعد، هي ليست العامل الأساسي عندي في الصورة، ولكن هي عامل مساعد يكون موجود فيها. بالانتقال
حق مواضيع التصوير، واحدة من الأشياء اللي استفزتني أن في الكويت على سبيل المثال ما كان في خلينا نقول ايكونيك، صورة أيقونية للمثقفين، للكتاب، للفنان التشكيليين، للإعلاميين، يعني بشكل عام. يعني دائما حتى مثلا بعد عمر طويل أغلب اللي عندنا الفنانين والمشهورين لما يتوفون تلقى مثلا الصحف والمجلات وكذا يحطون صورة كانت من مقابلة صحفية، صورة جدا بسيطة سريعة، إضاءة غير مناسبة، ويتم ذكر فيها يعني السيرة الذاتية للمرحوم وهذا كذا. فحبيت أن أبدأ مشروع اللي هو توثيق الفنانين والتشكيليين، أو يعني بشكل عام أي شخص له حضور إعلامي وثقافي بالكويت. وبدأت مشروع هذا في يعني من سنة أعتقد 2007 واستمر عدة سنوات، لأنه كان مشروع مفتوح ما كان في وقت محدد. على سبيل المثال الصورة تشوفونها حاليا قدامكم الشاعر مخضرم عندنا بالكويت، الشاعر علي السبتي، من مؤسسين الحركة الثقافية موجودة بالكويت وله حضور يعني. فهذه من الصور اللي حبيت، وفعلا تم يعني الحمد لله نشرت هذه الصورة في على عدة أغلفة عدة مجلات أو عند تكلم عن مسيرة شو اسمه، وطبعا لا زال الحمد لله على قيد الحياة الله يطول بعمره، ولكن لما يتم ذكره في مواضيع أو في تحقيقات أو شغلة يتم استعانة بالصور، وهذا شيء يفرحني إني أحاول أوصل صورة جميلة لها قيمتها بشكل أنيق للمتلقي بشكل يختلف عن الصور الصحفية السريعة اللي بالعادة يتم التقاطها. هذا مثلا صورة لإعلامي مذيع عبد الرضا بن سالم، صورة الفنان تشكيلي عبد الوهاب العوضي، المرحوم عميد الرواية الكويتية إسماعيل فهد إسماعيل، أستاذ محمد المغربي شاعر كويتي أيضا، أستاذ دكتور سليمان الشطي كاتب وناقد كويتي. ففكرة البورتري هات هنا أيضا يمكن ما مو من الناحية الفنية كثر ما هي من ناحية توثيقية، حبيت أن أقوم بهذا المشروع، والمشروع لا زال قائم يعني متى ما أقدر متى ما عندي فرصة أتفق مع شخصية معينة وشيء شيء وأحاول أن أوثقها فوتوغرافيا. عندي مثلا الأديب طالب الرفاعي، أديب الكويتي طالب الرفاعي. أستاذ يوسف، هل تعتني باختيار خلفية صورة الأيقونة الشخصية؟ يعني مثلا الصورة الأولى للشاعر أطال الله عمره، الصورة خلفيتها مختارة بعناية، في حين أن بعض الصور لا خلفية لها. أليست الخلفية جزءا من البعد الثقافي أو الاجتماعي للأيقونة الشخصية؟ كلام سليم، هي أيضا عامل مؤثر، ولكن ما بيحطها كعامل مؤثر على الشخصية تكون. يعني عندي أبرز على المتلقي الشخصية. على المتلقي أستاذ. إيه أنا فاهم، أنا بس مرات أحس إنه مثلاً أقول أوكي مثلاً إذا كان شاعر أو كاتب تكون خلفية مثلاً على سبيل المثال كتب أو أرفف كتب، في رسالة واضحة إن الشخص حتى إذا ما كان يعرف من هذا الأيقونة مثلاً راح يعرف إنه لا علاقة بالثقافة على سبيل المثال. هني مثلاً في صورة شو اسمه الأديب طالب الرفاعي أخذته فوق سطح مبنى، كان همي فيها يعني استطاع رفع للأمانة من الأدباء الناشطين جدا في الحركة سواء كانت الكويتية أو العربية، فحاولت أبين هذه الشغلة، اخترت هذه الخلفية حتى أبين يعني ما شاء الله استاذ طالب هو من نوع الطويل، فحبيت أربط في هذه الصورة بعناصر ما بين أن هنالك النخلة الموجودة كما ما شاء الله على أساس أنه بين هو حتى مع كبر سنه، يعني يمكن اصغر مني هو بس يعني مع كبر سنه
لازال قامة باسقة ومجتهد في الحركة ونشيط في المشاركات والفعاليات وكذا. وأيضا عندنا البرج اللي في الخلف هو برج التحرير. برج التحرير من علامات الرمزية الواضحة في الكويت. فهذه عناصر كلها موجودة تساهم في تكوين الشخصية. فبالتالي عندي ليس بالضرورة أن لازم تكون الخلفية تعرض عمل هذا الفنان أو هذا المثقف أو كذا، هي عامل مساعد بالدرجة الأولى، نعم صحيح، ولكن ليس بالضرورة تكون طاغية. يعني لما نحط أنا مثلا نقول إذا نشرت هذه الصور في كتاب، المتلقي لما يشاهد الصورة راح يكون عارف مثلا أن هذا فنان تشكيلي، إذا فنان تشكيلي ولكن الخلفية سوداء مظلمة ما في أي شيء، إذن فمعناته أوكي هنالك أعمال، هنالك عالم خفي كامل لازم المتلقي يروح يبحث عنه حتى يصل إلى الجهد أو الأعمال الفنية مثلاً لهذا الفنان التشكيلي. فهي عامل مساعد قد تكون واضح من الدرجة الأولى، وأيضاً قد يكون عامل مساعد إنه يكون يدفع المتلقي للبحث عن هذه الشخصية ويتعرف عليها أكثر. معنا أيضا دخلت الأستاذة استبرق القصة الكويتية. مرحبا بك، مرحبنا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. شكرا لكم على هذا اللقاء يعني الممتع حقيقة. في بعض أنا أذكر مشروع يوسف الخاص في تصوير بعض المثقفين يعني، وأذكر أنه حتى يعني بذل جهد كبير فيه وصورني حتى مرة من المرات. وحقيقة لكن أنا ما كنت أعرف أن بعض الصور كانت له، يعني مثلا الصورة الخاصة بالأستاذ علي السبتي والصورة الخاصة بالأستاذ إسماعيل فهد إسماعيل الله يرحمه. أول مرة حقيقة أعرف أنه هو كان هو وراء هذا هذه الصور، لأن غالبا كان أذكر أنه كان مشروع أسود وأبيض، لكن ما كنت أعرف أنه حتى هذا أنه عنده مشروع آخر أيضا. وهذا يأخذنا إلى أن استخدام الصور أحيانا من دون الإشارة إلى أصحابها، يعني كثير من أعتقد الصحف أحيانا يأخذ من الحقوق الفكرية يعني يقول للكاتب، أقصد أيضا حتى المصور، يعني أن يتم استخدام صوره من دون الإشارة أبدا إلى أنها في الواقع تعود إليه. فشكرا ليوسف، وياليت يكلمنا إذا كانت عنده تجارب أيضا غير هذه التجربة. جميل. المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، نواصل الندوة 58 مع الأستاذ يوسف خليفة. تفضل الأستاذ العزيز، وإذا كان بعد ذلك أحد لديه سؤال فإن شاء الله ممكن يطرحه للأستاذ. الحين هذه المرحلة الحالية خلينا نقول اللي هي مرحلة الأعمال المركبة، هي المرحلة بدأت تقريبا خلينا نقول في 10 سنوات الأخيرة. طبعا نسمع تفضلوا الأخوة يعني أبو غسان، أن أنا دراستي كان مضطر أن أروح أرجع للدراسة من سنة 2013 إلى 2019. فطبعاً بالفترة كان من الصعب أن عندي إنتاج أي أعمال، ولكن كنت دائماً أحتفظ بالأفكار وأحاول أطورها إلى أن تأتي فرصة أني أنفذها. وأنت راح تكون يمكن أول ناس عندكم خبر أن أنا حالياً قام أعمل على أول معرض شخصي مالتي ميديا، وراح ينشر راح يكون في العالم الافتراضي. أنا طبعاً إحنا عندنا حالياً من الصعب أن يعني بالكويت إقامة معرض في صالة أو قاعة عرض، فراح يكون إن شاء الله على الإنترنت. يعني في هذا العمل على سبيل المثال حبيت أنه يكون استفزازي. هي الفكرة عائلة من الأب والأم والطفل، وكيف أن إحنا اسم العمل هو العائلة المثالية للقرن 21. أعتقد أصبحنا في العصر الحالي نعتمد على الأدوية والمكملات الغذائية
كل ما يخطر في بالك أنه ممكن يحسن من حياتنا، يعني ليست فقط لعلاج الأمراض ولكن هدف منها أيضاً لتحسين الحياة حسب آخر الأبحاث واللي تحصل والأشياء اللي تطلع الدراسات وكذا. فنجد أنه يعني كاد من الصعب يخلو إنسان حالياً ما يأخذ نوع من أنواع الحبوب أو من أنواع الشراب اللي كان حتى لو كان طبيعي، حتى مثلاً مسألة النباتات الطبيعية أو كذا كنوع من المكملات والأشياء اللي هذه. فحبيت أن احنا فعلاً أجسامنا تحت الجلد هي عبارة عن مجموعة من أغلفة أدوية وهي قاعدة تشكلنا، بحيث أن على أساس أن من خارج من شكل الجلد نبدو طبيعيين ونبدو ببشرة لامعة متألقة غير متجعدة، يعني خلينا نقول اللوك الفريش الطبيعي. فمسألة المنظر أو اللوك الطبيعي الفريش الحين صار من الصعب أن يكون طبيعي فعلاً مئة من البيئة، لكن يعتمد على ما يتم إدخاله في أجسادنا من أدوية ومكملات، طبعاً باختلاف حتى أيضاً عمليات التجميل اللي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياة الكثيرين. يمكن هدف منها أكثر شيء اللي هو إيجاد التقبل داخل المجتمع أكثر ما هو خلينا نقول إصلاح عيب خلقي، لكن لا إن صار في المعايير اختلفت في المجتمعات حالياً، بحيث أنه لازم نقدم بشكل مختلف مناسب لما هو موجود في المجتمع غير عن ما هو واقعنا فعلاً. يعني هذا من الأعمال المركبة كانت تعتمد على الصدمة. وإنما تفضل دكتور، أنا استخدمتني اللون الأحمر أيضاً لإيصال الصدمة بشكل أكبر. اللون الأحمر طبعاً يجذب العين لا إرادياً بحكم تأثيره على نفسيتنا كبشر. الصورة هذه كم تم طباعتها على مقاس 3 متر في 3 متر. كانت الفكرة هي وجود هذا الرجل المسن، المسن اللي قاعد يبكي في الإطار، وضعت فيها مرايا، ما كان فاضي ما كان في صورة ولكن مرايا، وكان إن المتلقي يقف في مكان القدمين بحيث أنه يرى صورته في انعكاس المرايا، فيفترض أن يصير كأنه هو المرحوم نوعا ما، أن صورة المرحوم هي تكون موجودة في الإطار وأن هذا الرجل المسن هو الذي يبكي عليه. الصورة نعم صادمة، ما حد يتوقع أن يروح معرض فني ويشوف نفسه كأنه مرحوم أو متوفى، لكن الهدف منها كان عندي أنت تلقائيا عندما تفكر في الموت فالفكرة الثانية راح تكون تفكر في حياتك. هذا شغلة أعتقد أنها موجودة عند الجميع ولا إراديا، أنت تفكر في الموت ستفكر في حياتك تلقائيا على طول، وهذا كان الهدف منها أن العمل الفني يعطيك صدمة الموت. هي الفكرة لا تتحدث عن الموت أكثر ما هي عن الحياة، لأن أنت في النهاية الفكرة الرئيسية ستخرج منها أنك تفكر في حياتك. طبعاً الرجل مسن وصلني سؤال أكثر من سؤال، يقولون يعني فقط يحبون، هل في هناك يعني صور وحركة أو في حول الأنثى أنت كمصور وكفنان؟ حول الأنثى طبعاً عندي، بس طبعاً خلي أشوف أدور لكم. يعني أنا عندي طبعاً اللي ما أستغنى عنها الموديل الرئيسي زوجتي فاتن، يعني فإن شاء الله حين بس أخلص العرض هذا أدور لكم على صورة. طيب تمام ممتاز تفضل. وبعد ذلك الدكتور عمر رفع يده، فننتظر الأستاذ يوسف الدكتور عمر قليلا ثم تتحدث. أوكي، هذا من أعمال المركبة. طبعا الأعمال المركبة مختلفة، هنالك أعمال مركبة صوتية، أعمال مركبة فيديو، أعمال مركبة فوتوغرافية. في هذا المعرض، هذا معرض أعتقد كان 2009 احتمال، أنه صار الاعتماد في على التفاعل مع الأعمال المركبة الفوتوغرافية. على سبيل المثال هذا العمل، هذا العمل أيضا طبع على مقاس 3 متر في 3 متر،
هذا من 2007. الصور كانت الفكرة فيها تمثل حديقة أيام الخريف. نحن مشكلة في الكويت بسبب الطقس ما عندنا فصل خريف حقيقي، يعني نادر ما تجد، يمكن تجد الأوراق تصفر وتسقط مباشرة، ما في تنوع الألوان، تدرجات البرتقالي والأحمر والأصفر نجدها مثلا في دول أخرى. فمن الصعب أنك تمشي في حديقة وسط الخريف بهذا الشكل. فالصورة هي عبارة عن مجموع تقريبا 200 صورة مختلفة لأوراق الخريف المتساقطة على الأرض. جمعت 200 صورة هذه كلها في صورة واحدة كبيرة، وضعت هذا نوعا ما من الممشى بحيث أن الناس في المعرض ممكن يمشون على هذا الممشى الترابي، وحتى لو كانت لحظة يتخيلون أنهم فعلا يمشون في حديقة حقيقية خارج الكويت. يعني كان الفكرة في توصيل التأثير النفسي للخريف نوعا ما، خلينا نقول. طبعا أيضا لإضافة الحقيقة شوية أضفت بعض الأغصان والأوراق على الورق نفسه يعني أو على اللوحة. أوكي، خلصنا هذه الصور. إذا تحبون أسئلة أو تعليقات على ما أنا أدور على صورة الأنثى كما تفضل. عفوا بس يوسف أو حميد ما أدري، تسمعوني؟ تفضلي. كنت أسأل عن، سألت أنا في آخر كلامي عن عن تجربتك أنت مع مثلا بعض الصور اللي مثلا أنت مصورها ويتم استخدامها بدون رجوع إليك، هل مثلا تراجع مثلا بعض الجهات أو مثلا لك تجربة بهالموضوع ولا يعني ما لك تجربة فيه؟ الحين بشكل عام في بعض الجهات، إذا تعرف أن أنا مصور تعرف أن عندي الصورة، فهي تكلمني على أساس أن تستأذنني أن تأخذ الصورة، حتى أيضا على أساس تأخذ الصورة في ملف بحجم وضوح عالي حتى يستخدم للطباعة أو شيء. صارت بعض المواقف، يعني صار في موقف أن في جهة معينة بالكويت أقامت حفل تأبين لأحد الفنان أو الكتاب، تم استخدام الصورة لا من غير علمي. ما حبيت أن أسوي ضجة، يمكن لأن الهدف ما كان تجاري كثر ما هو كان هدف إنساني نبيل، يعني مسألة التأبين وكذا. يمكن هذا اعتبرتها أنا بالنسبة لي هذه مشاركتي في حفل التأبين، لأني ما كنت موجود وقتها في الكويت، فاعتبرتها شيء. لكن ما كان يعني لو أنا كنت أعتقد أنها هي تم استخدام الصورة لأهداف تجارية للتربح منها، كان ممكن نعم حزت أن أخذ إجراءات قانونية ضدهم يعني. ولكن لأن الهدف كان نوعا ما إنساني فأثرت أنه لا، تقبلت الموضوع وسكت. بس أنه أي يعني تصير مرات. أنا كان في عندي صورة على سبيل المثال لأعواد ناي، لعود الناي، نشرتها من سنوات طويلة في الفيسبوك أو يعني كذا، كان مجرد كمشاركة بالأعمال، لكن اكتشفت أن الصورة انتشرت بشكل مخيف، يعني في صحف إلكترونية، في مواقع إنترنت، في فيديوهات اليوتيوب اللي تحط مثلا مقاطع عن الناي، تم استخدام هذه الصورة واعتمادها. أنا استغربت وانصدمت، يعني ما كنت أعتقد أن الصورة بهذه الجودة بحيث أن يتم انتشاره. ولكن للأسف أكيد في الوطن العربي لا زال عندنا مسألة الحقوق الفكرية في مراحلها الأولى، من ناحية الوعي بالحقوق الفكرية، من ناحية تطبيق اشتراطات قانونية سواء كانت محلية أو عربية أو حتى في عالم الإنترنت. يعني فإينا أكيد يعني مهما كان كل مبدع سواء كان كاتب، فنان تشكيلي، أو مطرب، أو ملحن، أصبح من الصعب جداً التحكم في نشر الأعمال والمحافظة على الحقوق الفكرية فيها. حطيت تعبير هذا الوعي الداخل جسمه. بعد؟ إيه شفته؟ وأنا قلت لها سألي إذا عنده. الوجود.
وكان موجود. أعتقد الدكتور عمر بدك تقول شيء. يعني إذا سمحت لي. أكيد أسمح لك ونص على طول. شكرا. يعني أقول أضحى الإنسان في هذا العالم التكنولوجي صيدلية متحركة من كثرة الأدوية التي يبتلعها، خوفا من الموت. وهذا العمل المركب الذي عرضه الفنان يوسف، يعني أنا أسميه الحقيقة الصادمة. وأعتقد أنه يحمل رسالة ثقافية إنسانية أيضا، وهي العودة إلى الفطرة، عودة الإنسان إلى الفطرة في صحته، والعودة إلى الصيدلية الربانية، والعودة إلى الصحة النفسية التي إن توافرت يمكن أن نستغني عن كثير من هذه الأدوية. يعني أنا أعد هذا العمل فتحا جديدا في الفن التشكيلي العربي على الأقل. لم أشاهد من قبل مجسمات مبنية أو مركبة من شرائط أو شرائح أدوية. هذه هي حقيقة الإنسان أو حقيقة ناس كثيرون يتحركون بالأدوية، ينامون بالأدوية، مأساة إنسانية. هذا ما أردت أن أقوله عن الأعمال المركبة كما سماها الفنان. إن سمح لي الفنان بسؤال سابق وسؤال لاحق. أما السابق الذي نسيت أن أسأله حينما عرضت شيئا من العمران أو المعمار الكويتي، كان سؤالي في حينها يقول: أليس لك اهتمام بتصوير الأماكن التراثية الكويتية التي تعد أساس الوطن؟ وأنا أعرف في اللهجة الكويتية يسمى الوطن الديري، يعني كأنه الديرة، من أجل المقاربة والمقارنة بين المعمار الهندسي التراثي الكويتي والمعمار الهندسي المعاصر، لكي تتمكن الذاكرة الكويتية الوطنية من الجمع بين النمطين. وسؤالي اللاحق: أنا أعرف أن القطر الكويتي سباق في توفير مساحة التعبير، يعني لا أعرف بلدا تتوافر فيه حرية التعبير كالكويت، ربما توافرت زمنيا في لبنان مثلا. الكويت ولبنان من أكثر الأقطار العربية تتوافر فيها حرية التعبير. هذا التأكيد يقودني إلى سؤال: أليس يعني لكاميرتك حظ في تصوير معاناة الإنسان العربي؟ مع الشكر. طيب، تصوير الأماكن التراثية، نعم، يعني كاميرتي فيها موجود عندي صور لأماكن تراثية، سواء كانت مباني، سوق المباركية. أنا عشقي سوق المباركية، يعني كان والد الله يرحمه من أنا عمري يمكن 3 أو 5 سنوات كان دائما يأخذني إلى هذا السوق، فهذا السوق صار في روحي، أحب دائما، وصرت عندي يعني من الروتين عفوا أن أخذ أطفالي أيضا يروحون هذا السوق، ليس بالضرورة للشراء شيء، ولكن استنشاق الروائح، لأنه هو السوق طبعا نفس الأسواق القديمة كما في العالم العربي خلينا نقول أو الشرقي، هنالك محلات الملابس، محلات العطور المختلفة الغربية والعربية، محلات أيضا الخضروات على سبيل المثال، الأكل أو العطارة، حتى المخللات. فمسألة الروائح تؤثر بالذاكرة جدا، فموجودة عندي سلسلة من الصور الخاصة في سوق المباركية. للأسف الشديد احنا عندنا بالكويت المباني التراثية قليلة أو أصبحت أقل
مع التطور العمراني اللي قام يحدث في البلد، والمحافظة عليها أصبح أيضا للأسف قليل. فبالتالي حتى مسألة، يمكن في عندي زملاء مصورين أقدم مني طبعا، يعني عندهم إنتاج وأرشيف كامل، سواء حتى كان للشوارع القديمة، المباني القديمة، المنازل القديمة. نفس الشيء مسألة الأزياء والثياب الفلكلورية موجودة، ففي لها موجود. يعني التصوير بالنسبة حق المعاناة، هذا الحين اللي قام يصير عندي، يعني معرض الحالي اللي قام يحضر له إن شاء الله، إذا يمكن خلينا نقول خلال شهر أو شهرين راح يعلن عنه بالإنترنت وأنزله بالإنترنت الأعمال، معتمدة بشكل كبير على المعاناة. طبعا هي معاناة محلية، ولكن أكيد لها جذور متصلة عربيا وعالميا وإنسانيا، لأن حاليا أصبح الإنسان من ناحية المعاناة بالدرجة الأولى يتشاركها في كل مكان، لأن مسألة حتى مع العولمة اللي انتشرت أصبح التأثير في المعاناة على الإنسان متشابهة جدا في أي مكان في العالم. يعني في هذا المعرض حبيت أطبق فلسفة كتابة القصص القصيرة جدا عندي. القصص القصيرة جدا في أسلوبي أحب أن تكون مختصرة صادمة، توصل الفكرة من غير أي رتوش. يعني في العمل الأدبي بشكل عام، النص الأدبي، نجد مثلا الكاتب يحرص على الثروة اللغوية، على استخدام المفردات، اختلاف المعاني، الصور، الكذا، لإيصال مشهد جميل معين يحمل فكرة. في القصص قصيرة جدا عندي لا، أحب أنها تكون صادمة مباشرة، تخلي المتلقي يفكر بشكل كبير، أكثر من أنه مجرد بسلام يتلقى هذا الشعور لفكرة أو لمشهد تخيلي صار عنده موجود. فهذه الفكرة، هذه الفلسفة قام أحاول أطبقها الآن في هذه الأعمال. الأعمال تتحدث بشكل مباشر عن المعاناة، عن مثلا خلينا نقول الفساد، عن التجارب الإنسانية الموجودة. فإن شاء الله أكون أنجح في توصيل الفكرة. نفس الشيء راح نجد هناك في الأعمال المركبة، راح تكون يعني، أو خلينا نقول المعرض إذا يشمل أعمال مختلف الميديا، يعني في هنالك الصور، في هنالك الفيديو، في النحت أو أعمال كذا، حتى الملابس أيضا موجودة. فإن شاء الله تكون توصل الأفكار اللي أحب أوصلها وبالشكل اللي ممكن توصل له. أيضا دكتور، الوجبة الثانية بالنسبة اللي اتفقنا عليها، الأشياء الأنثى عند يوسف. أستاذ حميد، قبل الأنثى ولا غنى عن الأنثى. يعني أنا كلام الأستاذ يوسف استفزني ثقافيا، الاستفزاز الثقافي أنا أسميه. سؤال. اسمح لي كمان أرحب بالدكتورة لؤلؤة خليفة الخليفة، واللي انضمت علينا معنا من البحرين. مرحبا دكتورة، شلونك؟ أهلا فيك، يا مرحبا أستاذنا الكريم، نورتي. أهلين دكتورة، نورين بوجودكم. أهلا فيك، الله يسلمك. المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح يواصل ندوته 58. تفضل يا دكتور عمر. أستاذ يوسف، أنا لو كنت فنانا مثلك، أول عمل فني تركيبي أقوم به على نمط التركيب الطبي اللي أبدعت فيه، أن أصور رجلا أو امرأة أو الاثنين، وأضع في داخلهما الموروث الثقافي المرفوض، الموروث الثقافي، العادات والتقاليد والأفكار والخرافات والأساطير وكل ما هو بحاجة إلى غربلة، لكي نصور الإنسان الذي يتصرف تصرفاً خطأً أنه مكون من هذه الرواسب الثقافية المرفوضة. ما رأيك؟ نوعاً ما بالفعل أنا عندي مشروع، يعني المشروع بالنسبة لي أنا أسلوبي حالياً لا يعتمد على التلقائية،
يعني بمعنى لست من النوع الذي المصور مثلا خلينا نقول الذي يحمل كاميرا معه اينما حل واينما ذهب، واذا وجد مشهد معين صوره وبعدين في النهايه يجلس ويجمع خلينا نقول مثلا الالاف الصور اللي التقطها ويطلع منها 20 صوره ويعمل فيها معرض، لان بالنسبه له هذه افضل الصور. في ناس هذا اسلوبها، لا زال في عندنا فنانين بالعالم العربي الأغلبية خلينا نقول يعتمدون على ثقافة الصورة الواحدة، أن الصورة الواحدة هي فقط صورة تكون جيدة، فيسوي معرض مثلا الموضوع المشترك مو مهم، هي عبارة عن صور فردية كل واحدة قد تكون يعني بروحها أو لحالها تكون جميلة جيدة، ولكن ليس هنالك فكر مشترك بين كل الأعمال. وأنا أعتقد أن حاليا وصلنا إلى درجة من التطور في الفن أن المعرض لازم يكون هنالك روح مشتركة، فكرة مشتركة. أنت أسلوبك في التعبير اختلف من لوحة أو من صورة إلى أخرى، ولكن هنالك موضوع مشترك ثابت. الفكرة اللي طرحتها على سبيل المثال، أنا عندي مشروع اللي هو العنف الأسري، كيفية تصوير العنف الأسري. بالنسبة لي أعتقد راح أحب أن أقدم بشكل مختلف تماماً في هذه الناحية، لا قد يكون غير مباشر، يعني مثلاً عندما نشاهد صور الموجودة عن العنف الأسري نشاهد مثلاً وجه امرأة بعين فيها مثلاً كدمة على سبيل المثال، أو في نزيف يأتي من ناحية الفم، نشاهد مثلاً يد تمسك الشعر على سبيل المثال. أعتقد بالنسبة لي أن هذه الصور لا ترتقي ليكون عمل فني، هي ممكن تكون صور تعليمية أو تربوية، بحيث أنها تكون هي مباشرة فقط، يقول مثلاً هذا الفعل أو هذا الشيء يجب عدم فعله هو شعر خاطئ. بالنسبة لي أنا أحب أوصل هذه الفكرة أن العنف الأسري طبعاً معروف، يمكن ليس فقط عربياً ولكن عالمياً موجود ولا حضور، أنه هو موروث اجتماعي موجود عندنا خاصة عند الشرقيين، ولا زال يستخدم ولا زال يبرر أنه هو مطلوب وضروري وعادي جداً حدوثه. فعندي مشروع أن مجموعة صور بطريقة رمزية تبين هذا الشيء بشكل خاطئ، ولكن لها غير مباشرة بشكل تعليمي أو تربوي. أسلوبي الآن أن أفكر بمشروع، عندي الفكرة موجودة، أفكر بمشروع، أبحث عن أفضل الطرق والسبل لتنفيذ هذا المشروع لإيصال الفكرة. إذا كان من الناحية الفنية أيضاً ما هو الأسلوب الفني اللي راح أستخدمه؟ يمكن أنا ما جربت الرسم بشكل كبير بحيث اللوحة نفسها تكون رسم، لأنه ما أعتقد أن عندي القدرة على تقديم عمل كفني كامل بالرسم يعني، ولكن الخلط بين أدوات الفنون هذا حالياً اللي قام حاول أسوي فيها تجارب يعني، وإن شاء الله أنا ممكن أقدمها بشكل مناسب. طيب نسمع فاتن. فاتن تأخر علينا، تأخرت فاتن علينا، ويا ريت إذا كان معك صور هي تتحدث وأنت تعطينا الصور، باعتبار هي النصف الآخر وهي الموديل وهي أيضاً المودي والداعم. تفضلي حاتم، عفوا تفضلي فاتن. شو السؤال أول؟ تكلمي عني أنا، هل أنا فنان جيد؟ خلي دكتور عمر الآن يبيك 50 سؤال. يعني والله دكتور عمر، هذه فاتن زوجة الفنان وهي نصفها الآخر وهي الموديل وهي كل الاحترام سيدتي، كل الاحترام. تسلم. شو من سؤال يعني تطرحها على الأستاذة فاتن؟ أنا أطرح على الأستاذة فاتن؟ اطرح عليها ثلاثة أربع أسئلة هيك. أستاذة فاتن، أستاذة فاتن، ما أبرز الأعمال التي أبدعها الأستاذ يوسف وكان لك فيها نصيحة أو إشارة؟
نصيحة أو إشارة للأمانة أنا بحاول قد ما فيه. أول شيء شكرا كثير على سؤالك، بس غالبا هو كان عم يكتب لما كنا في أمريكا، كان يكتب قصص قصيرة جدا، وكان أحد القصص بس لا هلأ لم يعني ما انتشرت فما في يحكي عن مضمونها، ولكن بتذكر إنه هو كان يعني عاملها بشكل جدا مقتضب، وأنا قلت له لا أنا كقارئة بدي أقرأ بعد أكثر، يعني حرام تكون هالقد مختصرة، لأنه كان فيها وقع قوي، بس قلت له لا يعني كمل فيها أكثر، كمل أحداث القصة ما توقفها هون. فهو رجع عمل مسودة أخرى، وأنا برأيي رح تكسر الدنيا، بس مش هلأ هو حالي غالباً ما بتدخل بشغله، يعني أنا مبدأ بسيط، روح واعمل اللي بدك إياه، وحاول قد ما فيه إدعمه بالطريقة اللي يعني اللي فيه إدعمه فيها، سواء هو بحاجة لمودل عارضة، سواء بحاجة لدعم نفسي، سواء بحاجة اللي بده إياه. جمال، أنا يوسف تعرفت عليه من خلال الوسط الثقافي، يعني زواج كان زواج، أنا بقول له زواج كان له نادي القراءة والكتب. لأنه كنت وقتها بعدني جاي من أمريكا على الكويت، وكان بعدني عم كون معارف، فبحثت عن طريق الإنترنت جوجل بكل بساطة عن نادي قراءة، فاكتشفت أنه في نادي قراءة معمول بالتعاون مع ستاربكس بشكل رسمي، يعني مقهى ستاربكس هو الراعي الرسمي لهذا النادي القراءة. فبعثت إيميل بكل بساطة لصاحب النادي اللي فيما بعد كان يوسف. اللي هو كان المؤسس النادي اللي برعاية ستاربكس، وقلت له أنا بس حابة أجي وانضم. وأول قراءة كانت لرواية زوربا لنيكولاس كازنتاكس، وبتذكر يمكن هيدا هون بلشت الكونكشن، إنه تقريبا أغلبية الحضور كانوا كارهين الرواية أو اعتبروها لحد ما طويلة جدا، لأنها رواية بالنهاية هي رواية سردية، الأحداث مش تصاعدية ونزول، لا هي رواية سردية بحيث إنه الأحداث هيك هي ما فيها عندك يعني ما عندك حبكة واحدة وحل واحد وتصاعد ونزول، هي رواية أغلبيتها فلسفة وسردة، وما بتعطيك حتى شعور إنه في كلايماكس وريزولوشن وفولينج أكشنز وهالبلوت دايجرام، ما بتعطيك إياه. فبالنهاية كنا أنا ويوسف بالعكس معجبين ومغرمين فيها. فأنا طلعت لقيت أنا وأثناء الجلسة هنالك ذلك الرجل اللي معجب بالرواية وأنا معجب فيه برغم كراهية المحيط لها، وهوني بلشت الصداقة بيني وبينه. فكان أنا بنظري يعني كإنساني حتى أكثر شيء لفتني فيه إنه عنده منظور مختلف لكل ما يحصل، يعني أنا داخل رأسي يمكن لاني حدا بتعامل مع البشر بكميه كبيره، يعني شخصيتي اقرب لشخصيه البياع السيلز بيرسون، لاني بشتغل بمجال التدريس والتدريب و و و و و تقريبا معدل الاشخاص اللي بمروا علي سنويا 350 شخص بشتغل معهم. فصار جوا عقلي صرت اعمل تصنيفات للبشر والعب لعبه انه هيدا سيتفوه بهذه الجمله فيما بعد، هيدا سيتفوه بهذه الجمله فيما بعد، لانه صرت قادر اقرأ أصناف البشر وأنماطهم وطرق كلامهم وهيك. فأنا كنت قاعدة وبتصيبني شوي أوقات حالة ملل وبقعد هيك صنف الناس، وهو قال شيء صدمني، لقيته خارج أي تصنيف من هذه التصنيفات، لا هو رجل عم بيحاول يثير إعجاب المرأة وهيك، ولا هو رجل عم بيحاول يكون قالب مش قالب، وبالعكس هو مرتاح يكون ذاته دون أي اعتذار عن ذلك، دون أي محاولة لتلطيف ذلك، وهذا اللي أحس يعني حسيته خارج التصنيف. دائما للأسف يعني ما بحس إنه حاعطيه حقه، بس إذا كان في هنالك مناقشة ثقافية بلاقيه دائما هو ذلك الشخص الذي يطرح رأيا مغايرا من منظور مختلف، لا حابب هو يكون متمرد ولا حابب يكون مع أو ضد، لا، وإنما هو فجأة بيلقي زاوية جداً مغايرة لما يرى، يعني لما يراه الآخرون. فهذا اللي لفت لي نظر كتير. وهذا اللي شدني إله. أستاذة فاتن، سؤال تاني إذا ممكن. هل يحدث في بعض الأحيان
حينما لا يكون الأستاذ يوسف موجوداً وأنت مع الصديقات والأصدقاء أو العائلة أو المجتمع الذي يحيط بك، هل يحدث بأن تقومي بالكشف عن الأبعاد الثقافية التحليلية لأحد أعماله؟ لا لا لا, لا. الأعمال يعني ألا تسألين لا. عن أعماله؟ ألا تجدين متعة في ألا تجدين متعة في تفسير عمله في حالة غيابه؟ شوف أسأل عن أعماله أسأل ولكن بس دايما جملتي مختصرة، أنت بدك تعرف روح اسأله إله ما تسألني إلي، لأنه بالنهاية أنا حتى متلقي مختلف، أنا مش يوسف أنا فاتن، دايما كنت واضحة من البداية نحن شخصين منفصلين، فإذا حفسر رح فسر فاتن شو شايفي مش يوسف شو شايف، وبذلك أنا ما لست الناطق الرسمي باسمه، بدك تعرف يوسف شو شايف اسأل يوسف. أنا كتير محتفظة بفردانيتي ولا أؤمن بفكرة الاندماج والانصهار ولا لا 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 لا, لا. ولا بحبها حتى، ولا بحب فكرة إنه الزوجين لازم يعتنقوا نفس الأفكار، وبالعكس بفتخر إنه نختلف، بفتخر إنه قالنا أفكار مختلفة معتقدات مختلفة، وإنه أنا بالشكل إيه وهذا الصحي هذا الطبيعي. يوسف بعض الصور مع للموديل الفاتن إذا كان ممكن يعني عن إذنك يعني جاي تفضل دان يلا قال الشغل طالع عندكم ولا لا؟ طالع طالع اوكي. هذه صورة حق فاتن لما كنا في الهند، يعني هي كانت بتجرب اللبس التقليدي الساري، وفعلا خذينا كذا صورة واحنا في الفندق يعني. هذه مثلا صورة استبرق اللي معانا. صورة احد الكاتبات ميس العثمان. منى الجناعي او منى القناعي هي فنانة تشكيلية ومخرجة افلام كويتية. استاذة ليلى محمد صالح كاتبة وباحثة كويتية ايضا. هذا هو على السريع بس اللي قدرت اطلع يعني. ما ادري هل الدكتوره لو سؤال لديها سؤال او استفسار، لو تسمح لي دكتور عمر، ربما الدكتوره لؤلؤة وهي من البحرين من ايضا يعني الخليج العربي بما فيه من تقارب روحي وتقارب ادبي وانساني، و فماذا تقول لنا الدكتوره لؤلؤة اذا كان ممكن ان تتحدث لنا؟ دكتوره لؤلؤة تسمعينا او ربما هي؟ نعم استاذ محمد انا قريبه قريبه استاذ محمد، ولكن يعني لازلت استمع واريد ان اعرف منكم اكثر، وان شاء الله لي سؤال او مداخله يعني في الختام ان شاء الله. خلاص نخليك للختام. نعم ميرسي كثير. استاذ فاتن هل في شيء ممكن ان يضاف في؟ لا أنا كنت حقول هلأ أستاذ عمر كان عنده كمان سؤال آخر أعتقد كان تعقيبي. إيه نعم دكتور عمر لمين السؤال لفاتن واللي أنت لو السؤال يتعلق السؤال يتعلق بالسيدة فاتن ولكنه موجه إلى الأستاذ يوسف. نعم أستاذ يوسف أنا قلت في اليوم العالمي للمرأة قبل يومين قلت الإنسان المتحضر تصنعه امرأة، والآن أنا أقول الإنسان الفنان أو المبدع تصنعه امرأة. أنا معظم مؤلفاتي أهديتها لزوجتي. الآن ما مدى تأثير
السيدة فاتن على توجيه بعض أعمالك أو على استلهام بعض الأفكار؟ أولاً فاتن هي المتلقي الأول، يعني عندما أكتب النص لأول مرة أو فكرة فنية هي أول شخص يعرف عنها وأشوف وجهة نظرها. بالنسبة لي أحب أعرف وجهة نظرها لأن هي كما تفضلت لها تجارب في احتكاك مع الناس. يمكن عندنا احنا غالبيتنا عندنا تجارب تصير مع الناس مختلفين وكذا، لكن من كل شخص لآخر ردود الفعل، فهم الأفعال نفسها، قراءة هذه الأفعال، قراءة الأفكار، قراءة التصرفات، لغة الجسد تختلف من شخص لآخر. فبالنسبة لي أنا أستمتع في أفهم أو أسمع تفسيرها لأفكار معينة. يعني هي خلينا نقول نحن الاثنان عندنا ردة فعل للأحداث اليومية اللي تصير، سواء كانت محلية أو عالمية، أحداث سياسية، اجتماعية، إنسانية، اللي تكون. بالنسبة لها هي دائما الأثر أو ردة فعل تكون بشكل علني، يعني تعبر عن شعورها، سواء كان غضب، سواء كان ضحك، سخرية، وتستهل في التعبير عن هذه ردة فعل وكيف هي شافت الأمور وشون فهمتها. إن هي لما تعبر عني بهذه الطريقة، بالنسبة لي أنا هي أصير أنا متلقي، إن أشوف طريقة تعبيرها كيف، لأن هي تمثل لي بالنسبة لي المتلقي، أي متلقي آخر مختلف عن الفنان نفسه. فهي تعطيني نموذج عن المتلقي اللي أنا أستهدف أوصل له الفكرة. بالنسبة لي أنا ردة فعلي عن الأحداث اللي تصير لا إرادياً تنتج بشكل فني أو أدبي، يعني إذا صار مشهد معين، موقف معين كذا، أفضل أن مثلاً أعبر عن رفضي أو تأييدي لهذا المشهد أو لهذه الحادثة عن طريق مقالة مثلاً، عن طريق نص، عن طريق فكرة لمشروع فني. فالأسلوب مختلف، يعني ردة فعل نفسها موجودة ولكن أسلوب التعبير نفسه مختلف. دكتورة لولو تفضلت بالسؤال اللي هو لغة الجسد. هو لغة الجسد أكيد ممكن تكون بالفترة موجودة عند بعض الناس في قراءة الآخرين، لكن الدراسة تحفزها أكثر وتطورها. أنا من الأشياء الجميلة اللي كانت عندي إن كان عندي هنقول قاعد أسبوعين أروح المقهى في نهاية الأسبوع وأقرأ في المقهى وسط الإزعاج، يعني ما كان لازم يكون في غرفة مغلقة وبعيد عن الآخرين وهدوء وكذا، لا كنت أستمتع أروح لأنه لفائدتين. أولاً القراءة في النصوص سواء كانت دراسات تاريخ أعمال أدبية تعطينا فكرة عن كيفية شخصية الإنسان وردود فعله وأفكاره وكيفية تطبيقه لهذا الفلسفة في حياته عن طريق النص الأدبي. فكنت دائما أستمتع لما أقرأ النص الأدبي أو حتى حالته تاريخية أو كذا، أنظر في الناس الموجودين في المقهى فأحاول أستكشف شخصيات الناس هذه، إن هل فعلا ممكن أن التصرفات اللي ذكرت مثلا في الرواية أو شخصية أو كما أنا أتخيل تصرفاتها راح تكون على أرض الواقع، هل هي موجودة فعلاً؟ فكنت من الأشياء اللي خلينا تسلية أن أشاهد تصرفات شخص معين في المقهى وأحاول أستنبط تفكيره، عقليته، مستواه الاجتماعي على سبيل المثال. طبعاً نصعب جداً معرفة إذا كنت على صواب أو على خطأ في هذا الموضوع، ولكن هذه كانت من الأشياء بالنسبة لي أنا أعتبرها التطوير، الرؤية لفهم الإنسان أكثر، لأن إحنا كل ما فهمنا الإنسان أكثر كل ما كان طريقة التعبير عن الفكرة خلال النص الأدبي أو العمل الفني تكون أفضل، بحيث نضمن أن لأن أنا لما أنتج العمل الفني لا أستهدف
شريحة معينة بالضبط إن هي المفروض تفهمها أو كذا، لا أنا استخدم الجميع بشكل عام، يعني أساسي أحاول دائما يكون الفكرة مبسطة مباشرة نوعا ما، ولكن ليست بطريقة منفرة، يعني طريقة جاذبة سواء كانت مستفزة أو صادمة، ولكن في فكرة وراها تهدف إلى فكرة معينة وليست لغرض لجل استفزاز لأكثر، يعني أنا ما أستمتع في تعذيب الآخرين. أستاذ يوسف في سؤال وصلني عبر الماسنجر، في ناس يتابعون على فيسبوك، ففي أحدهم قال يعني كثير من الفنانين العرب أيضا يتجهون نحو يعني في الفن التشكيلي أو في التصوير أو في النحت التعري والجسد والتعامل معه يعني بلغة أكثر من أن تكون وراء حجاب، يعني إذا قلنا القول. فيوسف هل التربية الكويتية والعادات وأنك في مجتمع كويتي والمجتمع الكويتي من المجتمعات المحافظة طبعا، فهل هذا بسبب هذه التربية وبسبب هذا المجتمع يعني أنت فضلت أن تخوض أو أن تظل جميلا مع الطبيعة وتعري الطبيعة؟ طبعا الطبيعة في كثير، أنا عندما شاهدت الكثير من الصور حتى في رموز جنسية من خلال يعني تصويرك للشجر، يعني في الشجرة هاي ليست يعني فقط شجرة، وأظن إنها أكثر من شجرة، إنها امرأة، إنها طبيعة صارخة، فيها أنوثة، فيها جنس، فيها حركة. ولكن يعني هل لك يعني محاولات أو لك صور وأعمال أو سلسلة أعمال لصور أنثوية عارية فيها تصريحات جنسية واضحة؟ في النصوص الأدبية عندي، يعني في مجموعة القصصية القصيرة جداً كان اسمها أفكار عارية، والمجموعة تم منعها في عدد من الدول العربية ليس فقط الكويت، يعني طبعا لعدة أسباب، وهي سواء كانت أسباب جنسية أو تعدي على ذات الإلهية أو تعدي على خدش المجتمع، يعني من الأسباب الروتينية دائما نسمعها من الرقيب. من ناحية الأعمال الفنية هنالك أفكار، طبعا في عندي مشاريع أكيد، يمكن مكان العرض راح يختلف، يعني إذا في أبي أعرض أعمال فيها عري أو رموز جنسية ما راح تكون في الكويت حتما، أنا اسمه تفضلت هو مجتمع محافظ. يعني على سبيل المثال أحد صالات العرض الأعمال الفنية تجرأت وحاولت تعرض تمثال عاري لامرأة، اللي كان معرض كان فيه فنان طبعا من الرموز الكويتيه الاستاذ سامي محمد نحات، وايضا رسام، يعني للالتفاف على القوانين وضعت التمثال العاري داخل نقول حجره مغلقه داخل المعرض، ويمكن رؤيتها فقط من خلال ثقب، فالمتلقي ممكن لازم يروح الثقب حتى يشوف العمل، ولكن نوعا ما هي ليست معروضه للعلن، كمحاولة أيضاً للالتفاف. في عندنا على سبيل المثال فنانة دكتورة شروق أمين. شروق أمين تحب تكون صادمة في أعمالها، وتضع في أعمال الرسم طبعاً والميكس ميديا رموز جنسية واجتماعية بشكل صادم جداً. وبالفعل يعني آخر معرضين أقيمة في خلينا نقول 5 أو 6 سنوات الماضية تم توقيف المعرض بعد يوم أو يومين من عرضه. فالمجتمع إيه محافظ ويرفض الفكرة هذه، ولكن أعتقد أن إذا كان الوسط مختلف، وسط العرض المتلقي مختلف في دول غربية أو كذا، أن ممكن يصير في عرض. نفس الشيء أنا عندي أفكار، عندي مشاريع وجاهزة للتصوير، لكن تحتاج طبعا أكيد ترتيبات، لأن ليس من السهل أنك تحصل على موديل سواء كان رجل أو امرأة يقبل أن يكون عاري في تحت أمام العدسة حتى لو لم يظهر الوجه، يعني فهي خطوة ليست فقط محتاجة مبادرة من الفنان، ولكن مبادرة أيضا من الفرص أو الوسائل الموجودة للفنان عندنا في الكويت.
طيب الأستاذ غسان ربما يعني أيضا سمعنا له في البداية ونحن الآن يعني نشارف على الانتهاء هذه الندوة، فحتى لا نأخذ من وقتكم الكبير، فأستاذ غسان يعني إذا في مداخلة الآن لك بعد أن استمعت وأيضا كرفيق من رفاق الأستاذ يوسف يكون يعني شيء جميل جدا أن نستمع إليك. طبعا أنا استمتعت كثير بهذا اللقاء بهذه الكلمات من الجميع المشاركين نقدا على أعمال الأخ يوسف. مثل ما تكلم يوسف أو المنتقدين المشاركين لهذه الأعمال حسب ما يرونه، أنا أراها من نفس الشيء لما أنا أعرض أو يوسف أو أي فنان آخر لما أعرض صورتي أو الأعمال الفنية المشارك فيها، أحب أستمع للمشاركين لأن الصور هي سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لأي متلقي حسب مفهومه، لأي متلقي حسب مفهومه. فهناك مفاهيم يعني مثل ما ذكرنا عن موضوع الجسد، يمكن يوسف تكلم فيها في موضوع الرواية بس ما تكلم فيها عن موضوع الجسد. يمكن كل واحد فينا له ثقافته، كل واحد فينا له ثقافته، وكل واحد فينا يرى حسب ما يرى في ذهنه الشيء المباشر بالأعمال الفنية. طبعا الفنان يمكن قد يكون متخصص في شيء معين، يمكن يوسف ارتبط في أعمال محددة، ها، لكن قد يرى البعض يتمنى يوسف أن يكون له دور في أعمال في المرأة مثلا يوسف أو جدها، لكن قد يكون يوسف له رؤى كثيرة مختلفة عما يرى. هذه النقاط اللي حبيت أني أنا أتطرق لها. جميل، ونحن نصل إلى ختام هذه الحلقة. أستاذ يوسف، الآن كما سمعنا منك مشروعك القادم هو معرض سيكون افتراضي، صحيح. يعني الآن أنت تعمل عنه، وكما قلت أن الموضوع هو سيكون المعاناة. هو تكلم عن المعاناة، عن الفساد، يعني الأعمال بما أن هي أعمال مركبة ما راح تكون كثيرة، يعني يمكن أعتقد إلى الآن 6 أو 7 أعمال بالكثير، لازلت في طور إعدادها وترتيبها، لأن بالنسبة لي أنا أجد متعة كبيرة جدا في تهيئة العمل الفني أو كذا، يعني ما أعتمد على وناس آخرين إلا إذا كانوا طبعا ذو اختصاص إنه يوصلون الفكرة بطريقة أجمل وأفضل مني، لكن أحب متعة عندي إن فعلا أنا أعمل بيدي، كان نحت أو عمل مركب إن أنا أركبه، أنا أسويه، أنا أفكر في طريقته شلون تقديمه. هذه بالنسبة لي أنا المتعة المطلقة يعني للتحضير للعمل الفني. لا زالوا تحت التحضير، في عندي بعض الأعمال أصبحت جاهزة، وفي بعض الأعمال لا زالت تحتاج إلى وقت، يعني الوقت هو العامل الأساسي مو هو تقصير مني، ولكن في بعض العناصر يحكمها الوقت أن هي تقدم العمل بشكل مرضي. طيب أستاذ عزيز يوسف، يعني في الفترة الأخيرة الكثير من حتى في دول الخليج يعني يرون أن في تقشف اقتصادي، وهذا التقشف الاقتصادي أثر تأثيرا كبيرا، يعني إحنا كان عندنا كان في مهرجان دبي، وكان في مهرجان أبو ظبي، وكانت عدة مهرجانات سينمائية قوية تتنافس، وكانت هناك العشرات من التظاهرات اليومية يعني في الإمارات، في قطر، في السعودية حتى التحقت بالركب، ثم بدأت تجف كل هذه التظاهرات الثقافية والفنية فإحنا بدنا بس يعني هل يجد اليوم الفن الفوتوغرافي والفن التشكيلي في الكويت دعم الدولة؟ لأن في يعني ما يزال يعني دعم الدولة هو ركن أساسي للفنان والإبداع، ولا يمكن
يعني أن نستغني عليها، والحمد لله الكويت يعني بلد معطاء وبلد أيضا يعني يعتبر من الدول الغنية والثرية جدا. خلينا نقول المشهد الثقافي أو التشكيلي، الفن التشكيلي بالكويت لم يتطور بالشكل الكافي، ربما على صعيد فردي لبعض الفنانين نعم نجد عندهم أفكار وأسلوب المستخدم في التعبير واستخدام الفن التشكيلي في كل المجالات، يعني سواء كان تصوير، فوتوغرافي، رسم، نحت، أعمال فيديو، أعمال مركبة، لفنانين فرديين موجودة وتواكب الحركة العالمية اللي قامت تحصل يعني. ولكن في الكويت مثلا لازال يعتبر الرسم، اللوحة المرسومة، هو الفن التشكيلي الرئيسي والوحيد. يعني التصوير الفوتوغرافي موجود جميل، ولكن لا يستحق أن أدفع فيه مبلغ كبير مثلا لأحصل على صورة على سبيل المثال. يمكن لأن عدة أسباب، واحدة منهم أعتقد الحركة النقدية في الكويت للفن التشكيلي قليلة جدا بسبب غياب النقاد نفسهم، فهذا أثر أيضا على أن يكون هنالك متلقي واعي وفاهم بالدرجة أن يملأ صالات العرض على سبيل المثال عند حدوث معرض. يعني قبل خلينا نقول 7 سنوات على سبيل المثال، يعني قبل ما أروح أنا لكملة الدراسة، كان في على الأقل خلينا نقول من 7 إلى 10 صالات عرض خاصة وليست حكومية. الآن قلت بشكل كبير، يعني حين ربما أصبحت على عدد الأصابع يد الواحدة. الاختلاف الأسباب طبعا. من الحكومة هنالك دعم، يعني في عندنا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأيضا هناك جمعية فنون تشكيلية تقيم مهرجانات، تقيم مسابقات سنوية تحفز الفنانين على المشاركات، عند حدود مثلا فعاليات أو مناسبات وطنية في الخارج يتم الاستعانة بالفنان التشكيلي إقامة معارض لنشر الاسم الفن الكويتي في الخارج، سواء كانت عواصم عربية أو أجنبية. بس ولكن لازال التصوير الفوتوغرافي لم يأخذ مكانه، خلينا نقول مساوية نوعا ما لفن الرسم والنحت على سبيل المثال. لازال هنالك تبسيط لهذا الفن، وأنه ليس على هذه الدرجة بحيث أنه يكون فن هذا. وطبعا أعتقد أن هذه مسألة وقت لا أكثر، يعني نفس ما كانت في العالم هي مسألة وقت، أن دائما أن اللوحة المرسومة هي تعتبر كقيمة فنية ومادية أعلى من التصوير، ولكن هذه كانت تختلف مع مرور الوقت. الأصدقاء الأعزاء، المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح الندوة 58 مع الأستاذ المصور الفنان أيضا فنان تشكيلي أيضا والقاص أستاذ يوسف خليفة. ما أدري إذا كان التحقت بنا إحدى الأصدقاء، مي أعتقد، وما أدري إذا كان الإخوة في الختام هذه الحلقة، هل في من سؤال؟ هل في فاتن، هل في سؤال ممكن أن توجهه ليوسف يعني لم تسأليه قبل؟ نو هلا أنا أغلبة الأسئلة سألت إياها. لا الآن يعني هل يحضر في ذهنك سؤال ربما ما سألتيه يعني؟ هو إلى ماذا يطمح في الأعمال الفنية بالمستقبل؟ إلى ماذا يطمح؟ لوين حابب يوصل؟ تفضل أستاذ يوسف. بس الأرث يكون هو العمل الفني، يعني بالنسبة لي عندما أرحل عن هذه الدنيا يكون هنالك أرث فني أو أدبي، حيث أعتقد أن أنا أديت دوري. يعني أنا أعتقد هنقول نوعا ما المبدعين في العالم هم نوع من الرسل، يعني الله وضع فيهم هذه القدرة على الإبداع والرؤية المختلفة للحياة لتوصيل الأفكار، لأنهم هم رسل من الله لفعل هذا الشيء للبشرية، وبالتالي تقديم هذا الاختلاف عن الناس العامة، لأن كل شخص لا أسلوبه ولا موهبته ولا فكرة وفلسفته، ولكن أيضا الفنانين أعتقد أن هذا دورهم في الحياة، أن تقديم
شيء مختلف، تقديم رؤى مختلفة للحياة، لأن أحيانا نعتقد أنها روتينية ومتكررة، كما يقول التاريخ يكرر نفسه دائما. فأعتقد أن دور الفنانين والمبدعين هو تقديم صورة مغايرة تدفع دائما، لأن تقديم الصورة المختلفة للحياة هو ما يولد الأمل. الدكتورة الهلا عملت سؤال، يعني على ما أظن أنها تقول ما هو الفن الذي أخذ من روحك أكثر، ربما ما هي المدرسة التي تأثرت بها أكثر، أو إذا كانت تحب هي أن توضح بصوتها السؤال أكثر، أو أنت كيف نعم. تفهم السؤال؟ نعم تفضل دكتورة. السؤال هو كما رأيت أن الأستاذ يوسف أبدع في أكثر من فن ما شاء الله، ما هو الفن الذي أخذ من روحه أكثر؟ ما أعرفه أن الفنون يعني بجميع أنواعها تأخذ منا الكثير، فما هو الفن الذي يعني سلب جزءا من روحه الذي أعطاه أكثر من بين هذه الفنون جميعها التي يعني برع فيها؟ بالنسبة للتصوير جدا أساسي، ما أقدر أتخلى عنه، ولكن أعتقد أنه هو غير كافي. يعني التصوير خلينا نقول هي رسالة من طرف إلى آخر لاتجاه واحد، ولكن الأعمال المركبة لأن فيها تفاعل المتلقي مع العمل، فبالتالي أحس أن يصير فيه محادثة وتواصل أكثر ما بين الفنان وبين المتلقي عن طريق الأعمال المركبة. ولهذا قام أركز في أعمال الأخيرة على الأعمال المركبة أو الانستليشن آرت بشكل أكبر، لأن أعتقد هي تعطي فرصة محادثة، طبعاً محادثة غير مباشرة بين الفنان وبين المتلقي. يوسف، وحنا في الدقائق الأخيرة إذا حبيت تهديحنا بعض اللوحات، وأعتقد إنه الدكتور عمر له بعض الملاحظات، الأستاذة أيضاً فتيحة ما أدري إذا كان لها تعقيب أو كذا. نحن نصل للختام هذه الحلقة، المنتدى العربي الأوروبي للسينما المسرح الندوة 58 مع الفنان الكويتي يوسف خليفة. دكتور عمر دقيقة. نعم عزيزي. دقيقة رح أعد عليك دقيقة. طيب بس أنا بدي أعقب على سؤالك وما تحسبوش من الوقت. طيب يعني هو سؤالك يشكل سقفا مرتفعا جدا، سقف عالي، حينما سألته عن تجليات الجسد في فنه أو في أعماله الفنية. الحقيقة أن الثقافات الأسطورية كانت أكثر وعيا منا نحن العرب، لأنهم كانوا يحترمون الجسد وكانت لديهم ثقافة، وكان الجسد يشكل محرابا مقدسا، ليس مجرد شهوة وليس مجرد يعني جسد بالمعنى المألوف. ولكن للأسف الموروث الثقافي يعني جعل الجسد محرما بعد أن كان مقدسا. ما زلنا نحن في الموروث الثقافي نتجادل جدالا عنيفا حول صوت المرأة وغطاء رأس المرأة، فكيف يمكن أن نصل إلى عرض إبداع للجسد؟ هذا الذي شجعني إلى أن أقترح على الأستاذ يوسف في أعماله التركيبية أن يركب إنسانا عربيا من خلال عبارات لغوية. أستاذ يوسف اسمح لي بهذا الاقتراح، على نمط العمل التركيبي الذي شاهدناه والإنسان مكون من مجموعة هائلة من الأدوية، لو شكلته مكونا من بعض الأيقونات والعبارات اللغوية، يعني مثلا لو أخذت صورة مصغرة للدماغ ووضعت عليها إشارة X ومقابلها كلمة النقل ووضعت عليها إشارة صح، تصبح هذا خطاب ثقافي خطير، أن العقل العربي يعتمد على النقل ولا يعتمد على العقل. ولو أضفت عبارات قيل لي وسمعت ويقولون عنه، يصبح المجسم التركيبي صورة للتلوث الثقافي. هذا الكلام مش محسوب زمنيا أستاذ حميد صح؟ وعقب بس تعقيبات سريعة، حينما ذكر الأستاذ يوسف جلوسه في المقهى،
المقهى هو من الأماكن الطبيعية للإبداع، وهذا يذكرنا بنجيب محفوظ حينما كان يجلس في مقهى زقاق المدق ويكتب رواياته. في مقولة للعالم النفسي جوستاف يونغ تتحدث عن اللاشعور الجمعي، يعني الإنسان يبدع شيئا من تراكمات مغلى في القدم دون أن يشعر. هذه المقولة في علم النفس تشجعني إلى طرح سؤال عن مدى تأثر الفنان يوسف بمن سبقه من الفنانين العرب أو العالميين. كنت أحب أن أرى أو أسمع مقاربة بين القصة القصيرة التي يكتبها الأستاذ يوسف والعمل الفني، لأن الفن والأدب يعني شقيقان. كنت أحب أن أسأل، هل للأستاذ يوسف اهتمام برسم الكاريكاتير باعتباره فناً تشكيلياً مائزاً على مستوى العالم؟ خلاص شايفك أنا بتطلع علي وتقول خلص وقت البرنامج. إذن هي هذه الأسئلة الأخيرة التي نوجهها للأستاذ يوسف بحيث نختم حلقتنا هذه. أستاذ يوسف يحتاج ربما إلى حلقات مسلسل راح نعمل معك. إن شاء الله يكون لنا استضافات أخرى مستقبلاً مع الأستاذ يوسف بعد هذا إن شاء الله بعد هذا المعرض، يكون بمناسبة هذا المعرض. أنا بأخذ الأخبار دائماً من الأستاذ فاتن ومنك أيضاً، فإن شاء الله. تفضل أستاذ يوسف، الآن إحنا نصل للختام، ممكن أن ترد على أسئلة الدكتور عمر وهي أسئلة أخيرة، نصل للختام هذه الحلقة الشيقة جدا. بشكل عام أنا لا أؤمن في أغلب الأشياء متعلقة بالحياة، لا أؤمن بالمطلق. على سبيل المثال ما عندي كاتب معين تأثرت فيه، ما عندي فنان تشكيلي تأثر فيني بشكل كبير، وحتى لو حسيت أن أنا تأثرت بسرعة إذا اكتشفت أن هذا فيه تأثير أحاول أن أطلع نفسي من هذا التأثير بحيث أن تكون لي بصمتي الخاصة. مو مسألة هي خطأ، ولكن هي مسألة الإضافة. أعتقد أن دوري أني أضيف شيء جديد، يعني أنا قانوني في الحياة إن لم يكن جديداً فبالضرورة مختلفاً. ما أحب أن أكون مكرر، لازم يكون شيء جديد أو يكون شيء مختلف حتى أضيف للآخر، أضيف للمتلقي، أضيف للوسط، أكثر ما أن أكون أكرر فلسفة أو عمل آخر أو أسلوب آخر حتى يكون التأثير بالتكرار. يعني مسألة فكرة الجسد العربي المملوء بالمحظورات أو الموروثات ممكن جداً، هي تأتي الفكرة إن كيف تقدمها، سواء كانت تمثال أو كانت صورة، نفس الشيء الفكرة موجودة، يبدأ البحث الآن عن أفضل طريقة لتقديمها، وهذا لها معطيات أو عوامل مختلفة إن كيف راح يكون التأثير، المواد المستخدمة، هل هي لها صلة مجرد للعرب فقط مثلا ولا لا الإنسان بشكل عام العالمي. فهذه بالنسبة لي هي تصير الخطوات إلى حين إنتاج العمل النهائي. بالنسبة لي تشرفت فيكم، والأسئلة إن شاء الله أكون جاوبت عليها بشكل كافي. واسمحوا لي، يعني لا أنا أسمي نفسي مبدع ولا حتى أستاذ، بالعكس أنا بالنسبة لي كنت مع أصدقاء، هذه كانت مجرد محادثة مع أصدقاء، منهم طبعا المعروفين القدم وأيضا جدد، أنا تشرفت فيكم، وإن شاء الله نكون لقاءات مختلفة وقادمة سواء لي أو لأي شخص آخر من الموجودين. يا رب. جميل، أنا تشرفت بكم جميعا، ألف ألف شكر فعلا، إحنا استمتعنا كثيرا، وأعتقد أن ما زال في جعبة الأستاذ يوسف الكثير. إن شاء الله بعد المعرض بيكون لنا لقاء آخر، وأيضا نرحب إذا كان لديك أستاذ يوسف أي اقتراحات لاستضافات فنان تشكيلي كويتي أو شخصية كويتية. المنتدى العربي الأوروبي يرحب، وإحنا دائما معكم
المنتدى الأوروبي، المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح في ندوة 58، كنا مع الفنان والمصور يوسف خليفة وأيضا الكاتب، وكنا أيضا معنا عدد من الضيوف، معنا طبعا الأستاذة فاتن العسيلي، ومعنا الدكتور عمر عتيق، ومعنا الدكتورة لؤلؤة خليفة، وكان معنا أيضا بعض الأصدقاء انسحبوا بسبب الوقت. خالص التحية والتقدير في ختام هذه الحلقة، لا يشعرني إلا أن أشكركم جزيلا ضيوفي، وأشكر أيضا الأستاذ يوسف، ونلتقي إن شاء الله في ندوات قادمة. أود فقط أن أذكركم بأن يوم السبت سيكون لنا ندوة أدبية، وأيضا يوم الأحد سيكون لنا ندوة مسرحية مع الفنان التشكيلي حكيم حرب من الأردن. المنتدى العربي الأوروبي ينتقل بكم من دولة إلى دولة، اليوم في فلسطين، والجمعة إن شاء الله بنكون في قصد اليوم في الكويت، وسنكون الجمعة في فلسطين، وسنكون قصد الأحد في فلسطين، وسنكون أيضا الأحد في الأردن، وكذلك سيكون معنا ندوة شعرية لبنانية بحتة يوم الجمعة مساء الجمعة الساعة 8:00 بتوقيت باريس، 9:00 بتوقيت بيروت. خالص التحية والتقدير محبتي، ونلتقي إن شاء الله في ندوات قادمة. شكرا جزيلا، شكرا. سلامة الله.